ويقول: ما معنى حديث ابن عباس ما كنا نعلم بانتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير؟ إلا بالذكر بعد الصلاة، ما قال بالتكبير، إلا بالذكر بعد الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأخر من الصفوف ولا يعلمون بانتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا الجهر بالذكر بعد الصلاة. نعم.